السلام عليكم ورحمة الله، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا صحيحين معافين. اليوم جبت لكم وصفة خفيفة ظريفة منزلية اللي هي البيتزا بجوج ديال الطرق. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم ويصدقوا معتمدين عندكم كيف ما هو معتمدين عندي. المقادير اللي غنستعمل اليوم بسيطة جدا، الاجبان والصوص ديال البيتزا، ولكن هذا البيتزا كراست او هذا الخبز ديال البيتزا جديد بزاف، كنعملوه في الدار بالدقيق القمح الكامل، يعني كيكون صحي. ان شاء الله غنعطيكم الوصفه ديالو عن قريب. ودائما الموتزاريلا هي من افضل الاجبان اللي ممكن تنجح مع البيتزا. عندي الفطر والبصل والفلفل المشوي، ممكن تستعملوه في حال هذا، ممكن تشويوه عادي في الفران. الزيتون الاسود والصلصة الطماطم الخاصة بالبيتزات، او لا كتعملوها في الدار اللي بغيتو، معها شويش د التوم، شويش الابزار والزنجبيل، الكمون والفلفل الاحمر الحلو، رشة من السكر وشويش ديال الزعتر وشويش ديال الريحان او البيزل، ومن طبيعة الحال زيت الزيتون. اللي قلنا الطوبين او المكونات ديال اللي غنزينو بها كتقدر بحسب الذوق، وكنعملوها في الفران اللي غيكون سخون بزاف تقريبا 220 درجة دغيا كتوجد لانها طايبة من قبل، وها هي كتجي لذيذة بزاف. ومع هاد الزيوت المنسمة كتكون ألد تهي. ان شاء الله دابا ننزل لكم الوصفة ديالها عن قريب. كتجي صراحة البيتزا لذيذة بزاف، انا كتعجبني محمرة شوية وكرانشي، يعني كيكون تكون مقرمشة شي شوية، فبغيتو تخليوها شويش بيضة ولا رطبة اكثر. بطبيعة الحال كتخطفوها في الطياب كتعملو لها غير ما تفوتوش 10 دقائق كتكون موجودة. ان شاء الله يكون عجبتكم الفيديو اليوم والوصفه اللي هي سهله وخفيفه ظريفه. وما تنسونيش بزاف ديال اللايكس والشير والكومنت والاشتراك في القناه اذا كنتم باقي ما اشتركتوش، مرحبا بكم. فعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله كل جديد، وفي حال دائما خليت لكم الراحه والرحمه، والسلام عليكم ورحمه الله.